أنت أيها الأب الأم، ما هو دورك هنا؟ رعاية ولا تربية؟ ما أسمعكم. تربية. أنت المسؤول عن هذه الميمات الثلاث. أنت المسؤول. ابنك هل جالس يتعلم روحيا جسديا قلبيا عقليا أم لا؟ أنت المسؤول. كلكم راع وكلكم ماذا؟ يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وماذا؟ وأهليكم ماذا؟ نار وقودها الناس والحجارة. أنت مسؤول، ما حد مسؤول. أنا حتى واحد من مربين يقول لي: من قالك يا طلال بأن الأب هو يعني أحرص شخص يربي ابنه؟ ممكن تجيب مربين هو غني عنده أموال ما شاء الله عليه، قال ممكن أنا جايب لي أبنائي مربين، مربين في الرياضيات، مربين في الإتيكيت، مربين كذا، وأنا متفرغ لتعليم الآخرين. قلت له: أنا ما أتفق معك. أحرص إنسان على أبنائه هو أنت أيها الإنسان، أحرص إنسان. أنت المربي، أنت الموجه. نعم قد تستعين بالآخرين، لكن أنت أول مصدر للتربية. لأن حتى علماء اليوم، علماء النفس، يقولون أول مصدر لبرمجة الطفل. يا أخواني انتبهوا معي، هذه نقطة مهمة جدا. أول من يبرمج هذا الطفل هم الوالدان، أول ناس، الأم والأب. مولود صفحة بيضة الولد، أول ناس يبرمجوا أمه وأبوه. خطأ ما يصير، حرام حلال، عيب خطأ. ولما صغير طبعا واجد العيب عنه، حتى اللي ما عيب بعض الأحيان يخلوه عيب، وحتى اللي ما حرام بعض الأحيان يخلوه حرام، وبالتالي تكثر عنده الممنوعات، تكثر الممنوعات. إذا كانت هناك ممنوعات تعطيه ابنك بتبرير، فأنت رجل رائع، تبرر له: يا ولدي هذا ممنوع. ليش ممنوع؟ لأنه 1 2 3 4. لكن ممنوع. ليش ممنوع أبوي؟ بس ممنوع. ليش ممنوع يا أبوي؟ قال: ما تسمع الكلام، قلت لك ممنوع. هنا يصبح الممنوع مرغوب، لأنه ما عرف ليش ممنوع. كلام صحيح ما صحيح؟ وكثرة الأوامر والنواهي. الأب في آباء ما عندهم شغل في البيت إلا آمرين ناهين. من أول ما يدخل البيت يأمر وينهي، بس آمر ناهي آمر ناهي. هذا من أكثر الناس الذين يتمنون الأبناء أن يطلع من البيت وما يرجع، هو هذا الصنف من البشر. ولما أكلمكم اليوم أكلمكم عن استشارات جيني، هناك أبناء يا أخواني يتمنوا بأن آباءهم يخرجوا من البيت وما يرجعوا، لأنهم مصدر للرعب داخل البيت. ليس مربي، ديناصور داخل البيت، أسد يصرخ بس ما عنده شغل.